اوكي يونت 10 الكونتينيوس فورمز. احنا بنعرف اي شيء اسمه كونتينيوس يعني حيكون في اي ان جي. هذا موجود open your books page 148 page 148 يعني 148 عشان نشرح الجرامر. يلا معايا. Remember the following ideas are expressed by all continuous forms. احنا اخذ بيقول لك انت تذكري انه اللي اخذتي قبل كل ال continuous اللي هو ما اللي فيه المستمر بمعنى اخر. Activity in progress, be quiet, I'm thinking. لما قلنا هنا I'm thinking, be quiet انه انا بتكلم now. اذا هذا ال verb احنا اخذناه اللي هو ال present continuous tense. For example, I was having a shower when the phone rang. I was having, was having هنا لأنه بالماضي فإذا بنقول past ولأنه في ing إذا past continuous. وليه عملنا past continuous؟ لأن I was having a shower when the phone rang. ننتبه نتذكر قاعدة لما بيجي فعل بيقطع الفعل الثاني مع كلمة while when. طيب عندي هنا temporary activity المؤقت اللي هو الحدث المؤقت. We are staying with friends until we find a place of our own. كمان we have been living with them for 6 weeks. Possible incomplete activities برضو عندك ال incomplete activity اللي هو ما يعني فعل غير مكتمل. For example, I'm writing a report. I have to finish it by tomorrow. يعني أنا هيني قاعدة بكتب بالريبورت وبقول يا الله لازم أخلصه قبل بكرة. فإذا أنا هيني واضح إنه أنا عم أكتب الحين أكتب بالريبورت. أوكي أنتوا معايا هنا على الكتاب أو بكتبكم كمان يكون أفضل كمان. Who's been eating my sandwich? انت هلا بتدوري على الساندويتش تبعتك بتقولي مين اللي اكله؟ اوكي هنا بيقول لك عندك ال workbook page 63 further practice of simple continuous forms. اذا هذا عندك موجود بيقول لك في صفحه 63 في ال workbook عندك تمارين على هذا ال continuous forms. طيب ال present perfect continuous احنا بنعرف من العنوان ال present perfect continuous. ال present perfect احنا بنعرف انه عبارة عن has or have plus past participle. ال past participle هذا اللي هو التصريف الثالث للفعل. طالما قال present perfect اذا على طول has or have plus past participle. لكن هنا زاد عندي ايه؟ زاد عندي كلمة continuous. لما زاد عندي continuous طيب احنا بنعرف has و have ما يجي وراهم ال verb continuous. فاذا لازم يجي verb بالنص اللي هو ال helping verb عشان يقطع عليه ياخد هو حالة الثالثة تصريف ال past participle ويعطي ال continuous لل verb اللي هو الرئيس. فاذا هنا عندي I've been working. فين ال present perfect؟ ال present perfect عندي have مع been صح؟ working اللي هو ال continuous صار ال verb continuous. I have been working لأنه ما يصير نقول I have working ما يصير أبدا. فلما تصير فعل مع هنا وبدك تزيدي ال ing فإذا بنضع been على طول بالنص وبنزيد ال verb ing. هنا الاختصار له short form I've, we've, you've, they. لكن النيجاتيف I haven't been working, we haven't been working, you haven't been working, they haven't been working. وبنعرف احنا الاس هاي اللي هنا he's been working. هنا ال he's مش he is ابدا ما تيجي he is ما تي في مشكلة عندكم ولا عادي الامور؟ انا مش شايفاكم تكتبوا معايا صح؟ يعني سامعين سامعين يا بنات؟ مريم سارة ايوه اوكي كده كل شوي واحدة تعمل لنا حركة عشان بس اعرف انكم معايا. اوكي عندي هنا he's been working, she's been working, it's been working. بنات حيخربطوا حيقولوا لي طيب ما هي بلكي هي از. لا انت حتيجي تعرفي انه القاعده ما بتيجي عندك مين وقدامها از ابدا.
بس طالما عندي الباست بارتيسيبل هيبقى هاز. وطبعا احنا بنعرف هاز لان عندي ضمائر هي وشي وات ما بياخدوا الا هاز، وكمان بالنيجاتيف هذا بالافيرماتيف او البوزيتيف، وبالنيجاتيف هي شي ات بيصير هازنت، وبعدين بيوركينج زي ما قلنا اللي هو البريزنت بيرفكت كونتينيوس. طيب الكويشن لما بدنا نعمل الكويشن، فور اكزامبل هاو لونج هاف اي بين وركينج، يعني كم المده اللي انا اشتغلت فيها. هاو لونج هاز شي بين وركينج، كم المده اللي هي اشتغلت فيها. هلا فاذا هنا احنا ذكرنا انتوا اخذتوها برضو خلال السمستر انه هاو لونج، فور اكزامبل when I ask how long have you been here in Jeddah، يعني كم المده من امتى انت هنا من جده، او حددي المده او قولي هاو لونج كم المده. لكن هنا برضو كم المده اللي انت، برضو نفس المعنى ما تغير، لكن هلا حنعرف انه في شويه اختلاف بسيط بين استخدام هذا واستخدام هذا. هلا we use the present perfect continuous to express نركز على مين، an activity that began in the past and is continuing now، يعني activity حدث بالباست وما زال يستخدم حتى الآن. خلينا نشوف الفرق بين الجملتين اللي هنا. I've been studying English for 3 years، يعني أنا بديت أدرس إنجليزي لمدة 3 سنين وما زلت أدرس حتى الحين. How long have you been working here؟ يعني أنت اشتغلتي، بديتي تشتغلي من زمان من هنا بهي المنطقة. How long have you been working here؟ امتى، من امتى صار لك بتشتغلي هنا؟ فاذا احنا بنعرف انه هنا عباره عن activity that began in the past and is continuing now، وما زال يعني قاعد لسه بيستمر على هاي اللحظه، عشان continuing now اذا احنا زدنا للفيرب ing بهاي الحاله. اوكي خلينا نشوف هنا الجمل. Sometimes there is no difference between the simple and the continuous. ايه يعني simple؟ اللي هو اللي present perfect عادي، العادي ال present perfect، وبعدين ال present perfect continuous. بقولك في بعض الأحيان ما في difference between the simple and the continuous. لما نقول I played football since I was a boy، أنا بلعب فوتبول منذ أن كنت boy، ولا I've been playing football since I was a boy، ما اختلفش، الأمرين نفس الشيء، نفس المعنى، يعني اللي هو هاي بتنطبق عليهم القاعدة إنه no difference between the simple and the continuous. The simple اللي هو the present perfect العادي، يعني اللي هو لا عليه إضافات لا continuous ولا غيره. لكن هنا ال continuous اللي هو قلنا اللي هو I've، وحطينا been عشان نعطي ال continuous للverb اللي هو يصير play playing. أوكي نشوف اللي بعد هنا تحت. If the continuous is possible، إذا كان ال continuous ممكن، English has a preference for using it، هذا أقولي مش مشكلة. نشوف هنا المهم. The continuous can sometimes express a temporary activity، يعني activity إيه مؤقت، حدث مؤقت. And the simple a permanent state، simple حالة permanent. لما نقول هنا I've been in this house for the past few months، temporary يعني I've been living in this house for the past few months، أنا عايشة بالبيت يعني for the past few months، لعدة أشهر مضت، يعني آخر أشهر مضت وأنا هنا في هذا البيت. يعني إذا أنا ممكن إنه أنا يعني أرحل على بيت تاني، أغير البيت. أوكي يعني أنا مش ثابت هنا البيت. طيب لما بنقول I've lived here all my life، أنا خلاص دائم هنا عندي I lived here، احنا بنعرف اخدته انتو بالpresent perfect tense اللي هي all my life صح، او so far او just او already وهدول كلهم، بس احنا عندنا all my life احنا نستخدم معاها present perfect اللي هو الجزء مو continuous اللي هو simple، صح ولا لا؟ فإن كيف هلا عرفتي انت اني حتفرقي ما بين هذا وهذا، انه هذا دائم، هيو دائم، انه انا فعلا من زمان لحد الان، لكن انا خلص all my life كل حياتي. لكن لما قلت for past few months، لما قلت هنا for past few months
يعني انه انا بس من فترة، يعني مش من كل عمري وانا طول حياتي وانا عايشة هنا، فعشان كده انا استخدمت هنا اللي هو ال present perfect continuous. انتوا بتاخدوا بريك صلاة ولا لا؟ عادة ما يحتاج، صح؟ قد ايه بتاخدوا وقت دايما؟ طيب اوكي، حاضر حاضر حاضر، خلاص، لاني انا مش عارفة بصراحة بتاخده. طيب هو خلينا ناخد شوية وبعد شوي كده، يعني ان شاء الله هما اليونت الثاني بس صفحة اصلا الاخير. يلا خلينا نكمل عشان ما نقطع حبل افكارنا وافكاركم. طيب عندي هنا رول بتقول لك remember that state verbs rarely take the continuous form. بيقول لك نادرا ما يحصل continuous form. I've had this book for ages. ها انا عندي هذا الكتاب for ages، يعني من ages ages. I've always loved sunny days. I've always loved sunny days. يعني هنا ما يحتاج انه خلص انا permanent، هنا ما يحتاج انه انا بحب الشمس sunny days، فما يحتاج اني احط ال continuous هنا او اغير. وبعدين انا I've had this book، انا عندي هذا الكتاب، مش معقول الحين عندي وبعدين يمكن اغير انه بدأ بالماضي وبعدين اغير اترك، لا. فاذا هنا لا، اذا هنا انا عندي بيقول لك في حالات انه مش لازم نستخدم فيها ال present perfect continuous. طيب نشوف على الصفحة، مش على الصفحة، على نفس الصفحة الجهة الأخرى. أنا الحين هفتح لها كل المحاضرة، أخليها تشغلها وتسمعها، إنه أنا يعني راح أشرح لكم إياها، وإذا احتجتوا أنتوا شيء تسألوها بعد كده، وإن شاء الله ما تحتاجوا عشان هي تعبانة، ما يعني تعب ساعات تتعبوها. خلينا نشوف هنا ال present perfect simple or continuous. رجعنا تاني present perfect simple or continuous. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله. خلينا نشوف هنا the simple expresses a complete action. ها completed action، يعني حدث completed. خلينا نشوف عندكم بالكتاب، هيكم تابعوني اذا انتم مش منتبهين هنا. اوكي في بس قبله كان لازم شيء، دقيقة شوي. هنا a past activity that has caused a present result. خلينا نشوف I've been working all day، يعني I'm tired now. I'm tired now، يعني أنا الآن متعب. I'm tired now. I've been working all day، يعني أنا كنت أشتغل طول اليوم بس الحين أنا قعدت. فهمنا كيف؟ إذا a past activity that has caused a person result a present result. ايش هي ال present result؟ اللي هي النتيجة الحادثة معي، انه انا تعبت. I'm tired now، بس انا ما كتبت لك اياها I'm tired now، يعني هي مش مكتوبة، ما بتنكتب بالجملة، لكن انت بتعرفي انه بهاي الحالة انه حدث حصل بالماضي وسبب نتيجة، اللي هو هنا حنستخدم فيه اللي هو ال present continuous present perfect continuous. I've been working all day، لكن هلا انا ارتحت، فاذا I'm tired now. هاي النتيجة result اللي هو سببها الفعل. Have you been crying? Your eyes are red. انت كيف اكتشفتي انه النتيجة هنا انه العيونك حمراء؟ فاذا have you been crying، انت كنت تبكي يعني بكيتي. Roger's been cooking with garlic. I can smell it. ايش النتيجة؟ ان هو كان يطبخ وحط الجارليك الثوم، فاذا النتيجة انه I can smell it. فاذا Rogers has، ننتبه مش is هنا، has Rogers been cooking. احنا نختصرها باللفظ لانه هي موجودة بالاختصار. اوكي نشوف اللي بعدها. The past activity might be finished or it might not. يعني الاكتيفيتي اللي في الماضي ممكن يكون انتهى، خلص وانتهى، لكن ممكن انه لسه ما زال موجود، يعني قاعدين، يعني راح يكمل. زي ما قلنا لما انا بسكن او انا بشتغل، انه لسه انا كنت اشتغل وما زلت. فاذا هنا الحدث الاكتيفيتي it doesn't stop. For example here look at the window. The past activity قلنا شرحناها look at the window.
It's been snowing, يعني it has been snowing. هنا present perfect continuous. ايه اعطاكي الاوبشنز؟ It has stopped snowing now. يعني الان هي توقفت. هي كانت تتلج، تنزل التلج، لكن الان هي توقفت. يعني بدأ الحدث ولكن الان لم يستمر. Okay, I've been writing this book for 2 years. It still isn't finished. يعني انا صار لي بكتب الكتاب، مع انه احنا اخذنا هنا يعني انه لما انت بتكتبي شيء تقولي بالماضي، لكن هنا لا، البريزنت بيرفكت كونتينيوس. ليه؟ لاني انا بدات الكتاب اكتبه من زمان، وتل ناو اي didn't finish it، ما خلصته، ما انهيته. I'm covered in paint because I'm decorating the bathroom. انا تعبيت بالدهان. ليه؟ لاني انا بغير ديكور الباثروم. It might be finished or it might not. We don't know. يعني يا حيخلص يا لسه ما خلص الشغل في الدهان. Okay. هنا بقى حيكون عندك vision perfect simple or continuous. The simple expresses a completed action. ها simple اللي هو has أو have plus past past participle. هنا بيقول لك a completed action، يعني هنا اختصر لك إياها. I've painted the kitchen and now I'm doing the bathroom. I've painted. أنا خلصت. I have painted يعني the kitchen، ولكن I'm doing the bathroom. Now I'm doing the bathroom. لكن the continuous expresses an activity over a period and things that happened during the activity. I've got paint in my hair because I've been decorating. Because the simple expresses a completed action, we use it for sentence gives a number or quantity. Here the continuous isn't possible. The continuous مش ممكن. خلينا نشوف كيف. I've been reading all day. احنا قلنا all day يعني انا بقرأ، ولكن الان انا وقفت. I've read 10 chapters. لكني انا انهيت، خلاص انهيت 10 10 chapters. فهمنا الفرق؟ لما بنقول all day يعني انا هيني لسه ما خلصت، هيني هلا انا تعبت من كتر ما قرأت. لكن لما قلت I've read 10 chapters ما بيقول تقولي ما بي ما يعني صعب تقولي I've reading 10 chapters. كيف حتيجي هاي انه انا بقرأ لسه بقرأ بال 10 chapters؟ لما انت قلتي انا قرأت، انا قد قرأت ال 10 chapters. انتوا عارفين لما بنحط I've مثلا I've هنا لما بنقول I've painted I've I've finished يعني أنا قد أنهيت. Okay. Next here. Because the simple expresses a completed action, we use it if the sentence gives a number. خلصنا هنا I've been reading، خلصنا. Number two عندكم بالكتاب، number two موجود جنبها. Some verbs don't have the idea of a long time. بقول لك بعض ال verb ما عندهم فكرة ال long time، يكون عندهم الفعل طويل. For example, find, start, buy. مش معقول عاد buy إنه أنا قاعدة عند المحل، عند الكافيتيريا ولا عند الشوب كلوز، بشتري من امبارح لليوم وأنا قاعدة بشتري. تخيلي أنت هتحطي هنا ال present perfect continuous، ولا انت قاعده بالمطعم واشتريتي همبرجر وعمالك تاكليها. معقول هتقولي I've eating؟ معقول I've been eating هنا، ولا هنقول I've eaten؟ هنستخدم طبعا انا قد اكلت همبرجر. اوكي، لكن ما هتقولي انه انا من امبارح لليوم وانا ماسكه ساندويتش الهمبرجر. For a long time. For example, learn, rain. These verbs are often found in the continuous. For example, I've cut my finger, one short action. I've been cutting firewood, perhaps over several hours. يعني لما تقولي أنا for example أنا يعني قطعت إصبعي، جرحت يعني بمعنى مش قطعت يعني قطعته، إنه أنا جرحت إصبعي خلاص. One short action، حدث short يعني بسرعة، مش هنقعد نقطع فيه من امبارح لليوم. لكن لما نقول I've been cutting firewood اللي هو تبع الفاير فود الحطب، مش اللي بنولع فيه الحطب،
مش مع هنا. اه ممكن ليه؟ لانه بيقول لك perhaps over several hours، لانه ربما انه نستخدم هذا لعدة ساعات. فاه اوكي، انا لسه كنت بقطع بالفاير فود وما خلصتش للحين. معايا؟ اوكي، هنا واضحة الأمور صح؟ أي سؤال أعطوني واسألوا، بتقدروا تسألوني. next عندي time expression. هذا time expression لازم يجيكي. Okay, here are some time expressions often found with certain terms. For example, past simple. I lived in Chicago for 6 years. فين هنا ال time expression؟ عند كلمة for، لمدة. احنا اخذنا من قبل، انتوا اعطتكم هي المس، انه اخذتي لما بنستخدم since و for طبعا، صح؟ since منذ، لكن for لمدة، يكون number. Number of months, number of days, number of weeks, number of hours, number of minutes, يعني عدد. طيب I saw Jack 2 days ago. For example, احنا هنا يعني ال keywords بمعنى آخر. يعني كيف اندليتي على انه هنا ال past simple، هنستخدم ال past simple. عندك هنا كلمة ago. They slept during the flight. هم ناموا خلال رحلتهم. طبعا الرحلة وانتهت خلاص. Yes. She learned to speak French while she was at university. While قاعدة while. طيب خلينا نشوف ال present perfect. We have been married for 10 years. For 10 years. They have been living here since June. She hasn't been working since their baby was born. Future. ايه هو الفيوتشر؟ اللي هو طبعا المستقبل. We are going on vacation for a few days. The class ends in 20 minutes. هيخلص الكلاس in 20 minutes. يعني هذا يعني ال 20 دقيقة القادمين احنا هنخلص الكلاس تبعنا. فإذا هنا in 20 minutes هنا هتكون دليل عن future. وفين اللي هو هنا the class ends in 20 minutes. بعدين عندك I'll be home in a half an hour. Preposition with dates, month, years, etc. خلينا نشوف هذا ال preposition اللي تحت. انتوا بتعرفوا ال preposition اللي هم احرف الجر. مطلوب منك ايه يا حلوين؟ تحفظوهم. كيف؟ هتحفظي مع الاشهر السنة، سبتمبر، مع السنوات، مع الفصول، مش بس مع سمر، مع فصل الصيف، لا، مع اشهر، يعني كل مع الفصول، مثلا spring, autumn, winter and summer. We use in. For example, when I say in holidays، في العطل. In the 1920s، يعني in 1920s، يعني عندك 1921, 22, 23, 24 and so on. بعدين in the 19th century، في القرن العشرين. خلاص؟ مش بس تقولي لي ما انت اعطيتينا ان سبتمبر، لا، ما انت عندك سبتمبر، اكتوبر، نوفمبر، وجوني، جولاي، all month. طيب بعدين هنا نستخدم احرف الجر اللي هي on. we say on Monday morning. لكن ما نخربط، احنا اخذنا قبل كده لما نقول morning نقول in the morning، صح؟ لكن لما حطينا ذكرنا اليوم الداي اسمه اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خميس، we say on Monday morning, on 8th August, on New Year's Day, on holiday. بعدين عندي هنا الساعة at 7 o'clock, at the end of May, at New Year في السنة الجديدة. يلا حبيبتي بس أخلص الجرامر. دقايق. At dinner time. At dinner time. Okay. كل هدول احنا نستخدم معاهم اللي هو ايه ال at. طيب معاكم الحين الساعة 7. Please 7 و5 دقائق تكونوا راجعين لي. هبدأ. Okay. يلا الله معكم. صفحة 97.
صفحة 97. شوفوا، أيوة، vocabulary and speaking، وعندي هنا رسمة ways of speaking، طرق للتحدث. خلينا نشوف هنا الكلمات، إذا إحنا فهمنا الكلمات ولا خلينا وإحنا نعبيهم أحسن. يلا، بيقول لك there are many verbs that describes ways of speaking. في كتير كلمات بتوصف طريقة التكلم، to discuss مثلا، يتناقش، to promise، يوعد، to agree، يوافق. Add two more verbs from the box to each category and write on the diagram. بده احنا نزيد مثلا، عندنا هاي الكلمات فوق، بدنا احنا نزيد عليهم ايش مثلا، من هنا ناخد كلمات نزيد هنا، ناخد كلمات نزيد من كله من هنا. طيب الحين عندك for example، عندك لما نقول good idea، هنا هيها بالرسمة good idea، معاكو الكتاب ومعاكي قلمك، بس انتي اكتبي الارقام هنا مثلا. هنبدأ من هنا good idea. good idea هتيجي معاكي كلمة suggest، يقترح، و advise، ينصح، و recommend، يوصي. هيهم الكلمات مش من عندي، الكلمات موجودين هنا بالمستطيل. ثاني مرة good idea مع suggest و advise و recommend. طيب disagreeing، لا يوافق، مع أي كلمة، مع أي كلمات أفعال هتيجي؟ هتيجي مع argue، يتجادل، وهتيجي مع كلمة quarrel. اوكي، شجار هنا يعني شجار، ونقاش، ورو، كله موجود عندك هنا. رو نمبر 3 social، هيها social، شيء اجتماعي. هنقول talk و chat، وكمان هتيجي عندنا هاي الكلمة اللي هي gossip. gossip اللي هو النميمة، لما إنسان ينم على إنسان، ينم يعني ينمنم. اوكي، بعدين عندك كلمة volume، هنا volume. shout، يصرخ. whisper، يهمس. scream، برضه يصرخ. شاوت، يعلي صوته يعني. whisper and scream. in a court of law، هيها في حلقة القانون يعني، في عند المحكمة، عند شيء رسمي officially. نقول admit، يعترف. accuse، برضو هيها ال accuse، يتهم. و deny، يعني انه لا، ينكر انه ما عمل هذا الشيء. بعدين عندي هنا expressing dislike، هتيجي عندك complain، يشكو، يشتكي، complain. وحيجي عندك protest، يعني يتظاهر. criticize، ينتقد. criticize. giving commands، سهلة هاي، حتيجي عندك tell، order، demand، يتطلب. order، demand، and يتطلب. طب انتوا عندكم الكلمات هلا اللي فوق بالمربع، بس هنعبي هنا 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 for example to admit about football with your parents about staying out late. يعني ايش الكلمات هنا؟ write in a verb form the day from the diagram. sometimes there is more than one possibility. يعني من الديجرام هنختار هنا كلمات ممكن نكتبها. انتوا بس رقموا الارقام. هلا اكتبي مثلا exercise 2a b c كده عشان تعطيهم. هلا عندك ال possible answer number 1، ممكن يجي عندك chat or talk. number 2 ممكن عندك argue or quarrel. argue or quarrel من هنا برضو. number 3 ممكن يجي عندك shout. 4 admit or deny.
بخليها تنزل لكم اياها هي بالداونلود سنتر الاجوبه ان شاء الله. نمبر 5 كومبلين، نمبر 6 سكريم يصرخ، نمبر 7 بروتست يتظاهر، يتظاهر يعني مظاهرات مش يتظاهر يعني يتظاهر ضد شيء مثلا هيك هذول اللي بيظاهروا مثلا الأطفال لما بيقعدوا يلعبوا يقولوا بدنا ناكل بدنا ناكل هيك مش بيقعدوا يصرخوا. اوكي نمبر 8 for example suggest and recommend. آخر جمل complete the sentences with the correct proposition. Proposition حروف الجر بسرعة معايا. I talk عندك number one to my kids about. إذا حتيجي to about والثاني نتحدث عن to about. Okay number two my boss criticizes me for my homework. مو أيني بكتب لكم إياهم for my homework. لكن دائما I agree يجي معها with ما تخربته. I agree with you about. I agree with you about. أنا أنا بوافقك على. I agree with you about. Number four I discuss everything with my wife. أنا بتناقش كل شيء مع زوجتي. With my wife. People love gossiping about celebrities. About. وآخر واحدة the teacher accused me of teaching. اتهمتني بالغش. A teacher accused me of cheating in the exam. People love gossiping about celebrities. ينمنموا عن الاحتفالات والكذا. اوكي كده نكون خلصنا اليونت، والحين بدي اشوف بس اللي قبل شوية طلبته 879. نرجع ل 879 بيونت اللي قبله بسرعة عشان الحق اسجل. 879 يا مين فاطمة ولا مين اللي طالبة؟ عندك نمبر 8 I don't mind green tea اللي هو الاكسرسايز اللي قبل شوي. نمبر 5 اوكي my sister isn't really that keen on any sports. My sister isn't really that keen on any sports. طب انا هخليها هدول التمارين لانه هلا لو انا ما سجلت المحاضرة هتروح عليكم و